هذا سؤال عن باور سكرو. بدنا نحرك ماس والماس تقيلة هاي هون 50 كيلو. مثلا عندي هون 50 كيلوغرام. البيتش بي يساوي 5 ملليمتر بير ريفولوشن. نفترض انه جي 10 متر بير سكند سكوير. هلا هاي اليوزر ريكوايرمنت، بدنا نمشي مسافة 10 ملليمتر. اذا كابيتال بي تساوي 10 ملليمتر، اللي هي الاريا هاي تبعت الترينجل، ورح نفترض انه بنقدر نعمل ترينجل بروفايل، رح اتاكد منه بعدين. بدنا نمشي 10 ملليمتر بزمن مقداره 800 ملي سكند. فهاي بدنا نحرك الماس، لاحظي المسافة صغيرة، بدنا نمشي سنتيمتر واحد، نرفع ال 50 كيلو هذول سنتيمتر واحد خلال فترة زمنية مقدارها 0.8 سكند. عندنا الافشنسي، رح نفترض الافشنسي 85%. ورح نفترض، وأنا معطيك بالسؤال بقول لك افترض إنه عندي الجيرك انفينيت. ليش سمحنا لحالنا نعمل هيك بالحالة هاي؟ أنا عندي جودز هون، قطعة عمالي برفعها، شو ما كانت القطعة هاي، مثلا مايكروسكوب، ما بعرف ايش هي، قطعة عمالي بحركها بتعمل شيء، عمالي بحركها في فترة زمنية بسيطة. راح افترض انه الجيرك هون ما الكمفورت مش مشكلة عندي هون، راح افترض انه الجيرك فاينايت ريفولوشن الديستنس حطيناها 50 كيلو، حطينا 50 كيلو، خلص. هلا المطلوب، السؤال بطلب انه بدي التورك اللي مطلوب من هذا المحرك. اول شيء ايش نعمل؟ بتحب نحسب كابيتال بي؟ خلينا نحسب كابيتال بي هون. حد يطلع على الحاسبه، عندي 5، راح اقسم 5 على 2000 هاي، وهاي راح تعطيني ميترز بير ريديان. والرقم اللي انا معي هون تاكدوا كمان انتم منه، قديش بيطلع معك؟ 0.0625، لا مش 0.0625، 5 على، خلص مش مشكلة، احنا احسبوه هون حتى الرقم نحطه. 79. قديش؟ 0.079. اوكي، هذا الجزء. هلا الجزء الثاني بدنا نحسب من اليوزر ريكوايرمنت، بدنا نطلع ايش هدفنا نطلع من هون. هلا طالب بالسؤال كمان نطلع الماكسيمم سبيد اللي بيمشي عليها الجسم والماكسيمم سبيد اللي بيمشي عليها المحرك، يعني ما معناه كمان المطلوب. اذا هذا احد الاشياء المطلوبه كمان كمان صفرين 0.0079 meters per radian. اذا هاي البيتش اللي رح نستعمله في هذا السؤال. هلا كمان طالب في ماكس، السرعه الماكسيمم اللي رح نمشي عليها، اوميجا ماكس اللي هي السبيد، الروتيشنال سبيد اللي راح يمشي عليها المحرك. احنا نطلع هلا هون عندي نص القاعده بتساوي الارتفاع، مش هيك؟ فراح يكون عندي تي، وبدي احسب انا هون في ماكس، تي في في ماكس في نص بيساوي دي، دي عندي 0.01، تي 0.8 على 2 في في ماكس. اذا في ماكس بتساوي 0.02 على 0.8، اللي هي المفروض بتطلع معنا في ماكس 0.02 meters per second او 25 millimeters per second. اذا هاي الماكسيمم سبيد رح تتحرك عليها الجسم هنا. هلا منها بدنا نحسب A linear A. اذا A بدها تساوي هذا الزمن كله 800 ملي سكند، اذا نصه 0.4، واحنا خلال فتره 0.4 ارتفعنا لسرعه 0.025، فهنا راح تصير دلتا V على دلتا T 0.025 على 0.4، المفروض انها بتطلع 0.0625، مش هيك؟ 0.0625 meters per second. متر بير سكند سكوير.
هاي السرعة بتهمنا لأن هي الريكوايرمنت نحطها هون. إذا عندي A required اللي هي 0.0625 meters per second square. هلا بدنا نحسب I equivalent. يعني نحسب أول شيء تاو equivalent تبعت الماسز على الروتيشنال شافت، يعني هاي عم نحسبها على R تساوي، قلنا هاي بدها تساوي M في G. M كانت عندي 50 كيلو في G اللي هي 10 مضبوط. M في G في P على إيتا. P عندي اللي هي 0.079 أو 5 على 2000 باي كلها مقسومة على إيتا، وإيتا عندي 0.85 فتطلع التاو إكويفلنت .47. شوف حد يتأكد مضبوط انها .47 مضبوط، وهاي نيوتن متر. صار عندي هذا الجزء. الجزء الثاني I equivalent للماس على الروتيشنال شاف بدها تساوي عندي M، وين المعادلة حطيناها؟ M في P سكوير. M اللي هي 50 في 5 على 2000 باي تربيع على 0.85. المفروض انه I equivalent بتطلع معي 3.725 times 10 to the minus 5. وايش وحدتها؟ كيلوغرام متر سكوير. هي صار عندي I equivalent. هلا صار عندي بقدر احسب المعادله النهائيه. صار عندي تاو، طلع لنا الفا مش هيك؟ خلينا نحسب الفا بالاول. العلاقه بين الفا و A كابيتال P، فعندي الفا المطلوبه بتساوي A على كابيتال P. A قديش طلعت معنا؟ 0.0625 على 5 على 2000 باي. بدي احسبها اشوف قديش تطلع، اتاكد من الرقم اللي هون. 78.5 قديش؟ 78.5 وحدتها radians per second square. شو صارت عندنا المعادلة النهائية الآن؟ تاو درايف ناقص تاو equivalent mass اللي هي 0.47 تساوي I equivalent. هذول الرقمين في بعض اللي هي I في ألفا 3.725 times 10 to the minus 5 في 78.5. قديش هذا بطلع؟ أو قديش بطلع تاو برايم؟ جاهز؟ 0.47. هذاك مهمل؟ صغير. صار عندي هذا تاو اللي مطلوب من هون. ايش طلع لنا نحسب بالاخر؟ بدنا اوميجا. حسبنا في ماكس، هي في ماكس 25 ملم بير سكند. حسبنا تاو درايف، بدنا درايف تقريبا يعطيني هاف نيوتن متر. عم نحكي عن محرك صغير، هو فعليا راح يكون ستيبر موتور او شيء زي هيك، التورك منخفض. رغم انه هون عندي 50 كيلو. هلا ضل اخر شيء نحسب اوميجا ماكس. شو العلاقة بين أوميجا أكس ماكس و بي ماكس؟ نقسم على P. فعندي بي ماكس قديش طلعت معنا؟ 0.025 meters per second على 5 على 2000 باي. شو بطلع هذا الرقم؟ 10 باي مش هيك؟ 31.4 rads per second. هلا اذا هون اخذنا هذا المحرك، انا مش حاطط التفاصيل الثانيه، بس لو فرضت انه هذا المحرك عنده 200 pulses per revolution، هذا الرقم راح يعطيني ل 2 pulses per revolution راح يعطيني 1 اذا كانه ستيبر موتور 1000 steps per second.
أو pulses per second. أوكي؟ بعدين رح أحكي بعدين بالتفصيل أكثر عن الاختيارات.